الرئيسي وبانتظار انطلاقة شوط الزمول رئيسي الزمول. وأرحب بأخي وزميلي مطلق العنزي. شكرا محمد بن مريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أحييكم بدوري في هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. اليوم هو يوم الكبار وانطلاق الكبار وهجن أبناء القبائل السبق المعروفات، هذه الحيل وهذه الزمول اللي تندفع اليوم في هذا المساء يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 في هذه الانطلاقات الرئيسية قبل يوم الختام. نتمنى التوفيق للجميع. تابعنا شوطنا الماضي وتابعنا شعار ملك السيوف يحقق ينتزع يفوز بأول الأشواط الرئيسية في هذا المساء، ليبدأ ناصر بن عبد الله المسند بأيضا الانطلاق مع هذا المساء الرئيسي بتقديم المحروسة في الشوط الرئيسي. تهانينا له على هذا الفوز، وتهنئة للمضمر راشد بن بطي الزعبي الذي قادها بكل ثقة في هذا المساء. على بركة الله، على بركة الله ينطلق شوطنا رئيسيا آخر، شوط الزمول الرئيسي في هذه الانطلاقة، وثمانية كيلومترات. وجاء جائزة هذا الشوط هي سيارة لاند كروزر تويوتا لاند كروزر ستيشن جي اكس ار لصاحب المركز الاول. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. نبدا مع هذا الشوط اسماء عملاقة يا اخواني، والله العظيم شعارات كبيرة تشارك في هذه الامسية، تشارك في هذا المهرجان من هنا من ابناء الشحنية ومن دول مجلس التعاون الخليجي الحاضرين هنا في ميدان الشحنية هنا في دار آل ثاني الكرام. ننطلق مع هذا الشوط، نتعرف على المراكز الأولى، أبدأها مع المركز الأول هذا وضاح من أبناء الشحانية الشعار، شعار السيد حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الأول، على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني هناك سراب أيضا من أبناء الشحانية علي بن حمد بن جابر بن دجران في المركز الثاني. إلى المركز الثالث هنا أنتقل إلى شعار الدعية. على المركز الثالث مبلش جابر بن محمد بن حمد الدعية المري على المركز الثالث. نقلة إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع مبلش آخر، مبلش آخر ينطلق بالمركز الرابع ولكن يحمل شعار الخيارين. علي بن غانم بن سعيد الخيارين على المركز الرابع، المركز الخامس هذا هو شعار قادم من دبي، قادم من المرموم، ينطلق صعب المضمرين. هنا سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخام في المركز الخامس على ظهر هياط شعاره، ينطلق بالمركز الخامس. هذه النتيجة المبدئية متابعينا، أول إعلان لهذه المجموعة. هناك أسماء أراها تتواجد بعد المراكز الخمس، يا لها من أسماء، يا لها من شعارات. الطمح والطمع في الشوط الرئيسي لخطف ناموس هذا الشوط، الشوط الرئيسي الخاص بالزمول، ناموس ولا اروع اليوم، ختامي مصغر كما نقول دائما. هذه الاشواط الرئيسيه اللي تسبق الختام، تسبق الختام، هي اشواط رئيسيه لا يخوضها ولا ينطلق فيها الا الاسماء العملاقه، الاسماء الكبيره. شاهدنا المسند
يقدم اسمين عملاقين، يفوز في الشوط الرئيسي مع المحروسة ومع أيضا اسم خطير فاز بالمركز الثاني. المحروسة فازت وحققت وانتزعت الناموس لتهدي لعشاق ملك السيوف الناموس في هذا المساء، وأيضا حقل الحاضرة بشعاره وبمتابعة من راشد بن بطي الزعبي، الرقم الصعب في عالم سباقات الهجن، هذا المضمر عجيب يا أخواني، عجيب راشد بن بطي الزعبي، أحد أخطر وأعنف المضمرين، يستهدف دائما حضوره الأشواط الرئيسية. موفق يا أبو بطي إن شاء الله. عموما وعلى كل حال إلى مجريات شوطنا، خلونا في شوطنا. على كل حال ننطلق إلى المركز الأول، النعيمي مسيطر على المركز الأول، أحد الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا العالم الساحر، ينطلق هذا الشعار الكبير مع وضاح اللي في الصدارة عليه الرقم 6 وشعار حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. هنا في المركز الأول ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني شعار بن دجران، مع المركز الثاني علي بن حمد بن جابر بن سعيد بن دجران في المركز الثاني ينطلق وشعاره على ظهر سراب بالمركز الثاني. إلى المركز الثالث، أول نداء لشعار محمد بن محسن بن راشد بن نديلة، وهذا شاهين ينطلق بالمركز الثالث. إلى المركز الثالث ينطلق والشعار الدعية على المركز الرابع مع مبلش، والمركز الخامس ينطلق أيضا شعار الخيارين ومبلش آخر في المركز الخامس. خلاص أعلننا لحضراتكم في هذه اللحظات الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط الرئيسي الأول. شوط الزمول لمن من هذه الأسماء، لمن من هذه الشعارات، لمن من هؤلاء الأبطال اللي يخوضون معركة طاحنة في هذا الشوط الرئيسي في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الذي يعود من جديد حاملا معه الذكريات الجميلة في أيام جميلة ومباركة يا أخواني، تحتفل فيها الدولة بذكرى تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد الثاني طيب الله ثراه. مهرجان حضر له الجميع من أبناء الخليج وتعلقت به الآمال، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد في هذا الموعد، في هذا الموعد المنتظر، موعد خطير هذا الموعد، والذي يأتي في هذا الختام يأتي كأول المهرجانات الختامية الكبيرة في دولة قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي. الاستعداد غير عادي من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، مستعدين استعداد تام في هذا المهرجان وفي كل مهرجان، وأيضا الاستعداد التام من ملاك الهجن والمضمرين. يا السلام، أعود إلى النعيمي يحتل المركز الأول ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط. أبناء الشحانية ثلاثة أسماء شحانية بالمركز الأول، النعيمي مع صدارة ومقدمة الشوط يبغي يرسل السلام وين إلى أهل الشمال، إلى أهل الشمال، هذا الشعار الخطير. يطمح النعيمي بتحقيق ناموس، يتابعون على الهواء مباشرة، يتابعون الإخوان هناك بالشمال يتابعون هذا الشعار، يطمحون أن يحققوا ناموس رئيسي في هذه الأمسية، بينما الضغط على وضاح عليه الضغط. الله يعينك النعيمي. المركز الثاني من الجانب الآخر ينطلق اسم خطير، وهذا شاهين محمد بن محسن بن راشد بن نديلة على المركز الثاني. وثالثا من العمق الشعار الأحمر، اللون الأحمر جميل يا أخواني، الشعار بن دجران على المركز الثالث. هنا سراب علي بن حمد بن جابر بن دجران على المركز الثالث. والمركز الرابع الخيارين، شعار لا تغيب عنه الشمس، على المركز الرابع مبلش الخيارين في هذه اللحظات ينطلق على المركز الرابع لسيد علي بن غانم بن سعيد الخيارين. وخامسا خلونا نشوف قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة علي بن سعيد
ناصر بن مشيط المري مع ظبيان. مرحبا 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 بهذا الشعار الكبير، شعار بمشيط، شعار مميز يشارك مع اخوانه. مرحبا بكل ضيوفنا، مرحبا في دار آل ثاني الكرام اللي يرحبون دائما بضيوفهم في كل وقت وفي كل مكان. يرحبون ابناء قطر بابناء دول مجلس التعاون الخليجي، يرحبون بهم. يا سلام، هنا اهل الباهية بالمركز الخامس ايضا على الهواء مباشرة يتابعون اهل الباهية، يتابعون ويطمحون بخطف ناموس الرئيسي اليوم. الرئيسي لمن يا اخواني في هذا المسار؟ خلونا خلاص، وين الموقع؟ الموقع عند لوحة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، والنعيمي مسيطر. خلاص يا النعيمي، راح الكثير، لم يتبقى إلا القليل عن خط النهاية عن الناموس. وهل الشمال ينتظرون على حر من الجمر هذا الناموس يا النعيمي؟ الله وياك، الله وياك يا النعيمي، الله وياك في هذا الشوط الرئيسي. يا راعي والضاح، يا راعي والضاح، هنا مع المركز الأول، مع المركز الأول. هل الغويرية مع المركز الأول، مع الصدارة، مع وضاح حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي. أوه الخيارين، الخيارين في هذه الخطورة مع مبلش، مبلش مبلش. وهل الباهية واصلين، واصلين؟ ركز شوي النعيمي، ركز شوي مع هذا التقدم. راح الكثير، لم يتبقى إلا الآن. روح، روح إلى الناموس، حرك الحديدة شوي، عصاته ببطانه، عصاته ببطانه. هذه لحظات الناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، يا راعي الشرس، يا راعي الشرس يا النعيمي. هنا الخيارين قادمين، قادمين مع المركز الثاني، لكن الناموس شحاني حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظات مع المركز الأول يا النعيمي. ماذا تنتظر يا راعي والضاح؟ الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي. الخيارين مع مبلش، علي بن غانم بن سعيد الخيارين مع المركز الأول. غيروا في هذه اللحظات، انطلق الخيارين إلى الشوط الرئيسي، إلى شعارهم المميز، إلى بني هاجر، منطقة بني هاجر، مع هذا الفوز الموفق بشعار علي بن غانم بن سعيد الخيارين مع المركز الأول. سلام لهذا الشعار ولمنطقة بني هاجر تحديدا. السلام يذهب، يذهب وينتقل على الهواء مباشرة. تهنية لمالك، لمالك مبلش علي بن غانم بن سعيد الخيارين. تهانينا والناموس، هذا الفوز الموفق في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني، المركز الثاني والضاح حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي. هذا كان قاب قوسين او ادنى لخطف الناموس. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث وصل مرموق صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة. المركز الرابع، كم المركز الرابع؟ الرامي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. المركز الخامس، المركز الخامس يا ظبيان، علي بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري. هل الباهي يصلون بالمركز الخامس؟ تهانينا والناموس، تهنئة نزفها على الهواء مباشرة لمنطقة بني هاجر تحديدا، وناموسا مسائيا على الهواء مباشرة يزف للخيارين. 12 دقيقة 45 ثانية، 15 جزءا من الثانية، هذا توقيت مبلش بشعار السيد علي بن غانم بن سعيد الخيارين. تهانينا والناموس، هذا الفوز. تهانينا والناموس. المركز الثاني، 12 دقيقة 46 ثانية، 75 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني والضاح وهل الغويرية يفوزون بالمركز الثاني؟ حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي. تهانينا يا راعي والضاح، ما قصر والضاح، والله والله العظيم ما قصر والضاح. المركز الثالث، 12 دقيقة
50 ثانية، 61 جزء من الثانية، مرموق بشعر صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة. تهانينا والناموس، تهنئة نزفها للخيارين على هذا الفوز الموفق في الشوط الرئيسي الأول.